أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها لجهود المملكة العربية السعودية بعدم تسييس الحج، وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن تخصيص رابط عبر موقعها الإلكتروني للسماح للقطريين الراغبين بأداء مناسك الحج التسجيل عبره، ردا على عدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر لإتمام وترتيب متطلبات حجاج بلادهم. وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لاستقبال الحجاج القطريين، إجراءات تأتي ردا على عدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر لإنهاء ترتيبات ومتطلبات حجاج بلادهم. ففي بيان لها أعلنت الوزارة ترحيبها بقدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة باستخدام أي من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية. الوزارة قالت في بيانها إنه سيكون بإمكان الراغبين بأداء مناسك الحج التسجيل عبر رابط خصصته على موقعها الإلكتروني سيكون متاحا خلال شهر ذو القعدة، وستتيح تلك الخطوة للحجاج القطريين التعاقد على الخدمات المختلفة من سكن ونقل وغيرها في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة. كما أكدت الوزارة أن حكومة المملكة ترحب باستقبال ضيوف بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، وتنهي وزارة الحج والعمرة السعودية استعداداتها لاستقبال نحو 2 مليون حاج من مختلف دول العالم. للحديث حول هذا الملف ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله بن ناصر العتيبي، مرحبا بك سيد عبد الله. لربما يعني اصبح الحديث عن هذا الموضوع وعن تجاوزات النظام القطري تجاه الحج اصبح معتادا منذ حج العام الماضي وما قام به من محاولات لمنع المواطنين القطريين من الحج. اليوم بدأ الترتيب بشكل مبكر من قبل الجهات المعنية السعودية من قبل وزارة الحج عبر هذا البيان الذي أعلن بأنها ترحب بحجاج قطر، خصصت لهم رابطا سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، كل ذلك رغبة بتسهيل قدوم حجاج قطر مثلهم مثل 2 مليون حاج تم تسهيل إجراءات وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. بالضبط، يعني أنا أعتقد أن الحكومة السعودية عادة تتعامل مع حكومات الدول في شأن ترتيب حجاج هذه الدول لأداء مناسك الحج كل سنة. يعني هناك دائما لجان سعودية في مقابل لجان لأكثر من 100 دولة ربما، يعني دول العالم الإسلامي بالإضافة إلى الدول الأخرى بشكل عام. في حالة قطر الحقيقة المملكة تتولى الجانبين، يعني عادة تتولى من لا رعاية شرعية لهم، فالمملكة هي تتبنى الحجاج القطريين في هذا الجانب. يعني دائما يكون كنا نعلم السنة الماضية كيف كان هناك يعني بيان أو دعوة ملكية كريمة من الملك سلمان للحجاج القطريين باستضافتهم على حسابه الشخصي أيضا في لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. هذا العام أيضا المملكة تتولى أيضا عملية ترتيب شؤون الحجاج القطريين مع أنها ليست معنية بهذا الأمر، يفترض أن لجنة الحجاج القطرية التي ترفض الآن أن تتدخل في هذا الأمر هي التي من يتولى التفاهم مع السعوديين في هذه المسألة، لكن المملكة لأن القطريين تخاذلوا عن هذه المسألة فهي تقوم الآن بالدورين، تقوم بالدور القطري والدور السعودي في نفس الوقت. المشكلة القطرية الحقيقة في أنهم يعاقبون من يأتي للحج، هذه مشكلة أخرى. يعني كنا رأينا في رمضان الماضي كيف يعاقب من يعتمر، يعني كيف يبرر من يعتمر ذهابه الى الى, إلى, إلى ما تفسير إلى يعني سيد عبد الله لهذا التفسير المنطقي الذي تراه ان يعني تقوم حكومه او النظام الحاكم في قطر بعدم التجاوب، هذه الجهه المسؤوله مكتب حجاج شؤون قطر لا يتجاوب مع وزاره الحج والعمره؟ يعني هذه الحقيقه انا اعتقد انها لها مسالتين او لها جذرين. يعني نحن خبرنا كسعوديين على مدى 80 سنة الماضية أن أي خلاف لدولة مع السعودية تذهب مباشرة للحج. رأينا كيف يتعامل نظام صدام حسين عندما كان هناك خلاف مع المملكة عن مسألة الحج، رأينا كيف الإيرانيون يأخذون هذه المسألة بشكل كبير، القطريون أيضا يسيرون على نفس المنوال ربما، لكن الفرق الحقيقة بين العراقيين والإيرانيين والقطريين أن العراقيين والإيرانيين لم يعاقبوا شعوبهم، يعني سمحوا لشعوبهم بأداء الحج، بينما القطريين يعاقبون شعوبهم الآن. يعني يستميت لمنع المواطن القطري ليثبت أن هناك تسييسا للحج، ليثبت مصداقية كلام غير موجود في الأصل. وهذا الحقيقة يعني يرسل إشارات معينة بالنسبة لي على الأقل،
يرسل لي أنه أنه أن الحكومة القطرية أو النظام القطري لا يحترم هذا الشعب أبدا، يعني لا لا يعني لا لا يحفل بهذا الشعب نهائيا، لا بعباداته ولا يعني حاجاته الروحية والدينية. فبالتالي هو يستخدم هذه الحاجات الدينية، هذه الحاجات الروحية في مصالحه الضيقة جدا. طيب ما الذي يريده هذا النظام الحاكم من شعبه حين يمنعه عن ركن من أركان الإسلام؟ ليس يمنعه عن حضور مباراة أو عن فعالية أو عن يعني مناسبة معينة، هو يمنعه عن تحقيق ركن من أركان الإسلام. هو يمنعه ليثبت أن هناك تسييسا للحج. يعني الآن الأمور مفتوحة بالنسبة للمملكة بالمناسبة، يعني المملكة تقول أهلا وسهلا بالحجاج القطريين. هو ليس أمامه إلا منع هؤلاء الحجاج. لو أتوا الحجاج القطريين الآن إلى المملكة لانتفى هذا التسييس، لانتفت هذه الحملة الإعلامية الكبيرة التي تتبناها الأذرع الإعلامية القطرية. لكن منعهم الآن يحاولون يعني بشكل أو بآخر أن يثبتوا أن هناك تسييسا للحج تقوم به السعودية. إذا كانت السعودية من تأذت بشكل مباشر من النظام الإيراني أو النظام الحاكم في إيران عبر عمليات إرهابية نفذت خلال يعني 3 عقود ماضية، لم تمنع الحجاج الإيرانيين، بالعكس أحسنت وفادتهم. صحيح. هل من المنطق أن تقوم بمنع الحجاج القطريين الذي لم يأتي منهم إلا كل خير؟ أنا الحقيقة أقول يعني أن القطريين يتوجهون بهذا الكلام، لا تعقل يتوجهون بهذا الكلام إلى حكومات دول أو إلى أنظمة دول أو حتى إلى مؤسسات دولية محترمة ومعترف بها دوليا. أنا أعتقد أنهم فقط يحاولون أن يشوشروا على الرأي العام العربي أو الإسلامي، يحاولون أن يتوجهوا فقط إلى الشعوب بهذا الكلام يعني الذي الغير معقول. السعودية بالمناسبة يعني مع أنها دولة تحتضن الحرمين إلا أنها أبدا لم تستخدم أي من أجهزتها الدينية ومؤسساتها الدينية كذراع سياسي سواء داخل المملكة أو خارجها، بعكس دول كثيرة نراها الآن تستخدم أذرع سياسية، سواء إيران، سواء مرجعيات معينة في العراق أو في لبنان، سواء في دول أخرى كثيرة في حول العالم. السعودية بالرغم من أنها أن الحرمين موجودان فيها إلا أننا لم نسمع أبدا أن هناك مؤسسة دينية سعودية يعني تكلمت عن شأن سياسي سعودي أو عربي أو عالمي. فبالتالي إذا كانت هذه المسألة غير موجودة أصلا في يعني في النظام السياسي السعودي، مسألة أن يكون هناك المرجعيات الدينية صوتا سياسيا خارجيا، فكيف يكون هناك أيضا تسييسا للحج؟ كان هناك رد رسمي عربي من جامعة الدول العربية، المتحدث الرسمي اسمه الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد محمد عفيفي، قال في بيان له بأنه لم أو لا توجد سابقة المملكة العربية السعودية بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم لأدائها. كيف يكون رد النظام الحاكم في قطر على مثل هذه الادعاءات التي يدعيها؟ أنا أعتقد النظام الحاكم في قطر يتعامل بنظام خط اتصال واحد، يعني هو لن يسمع هذا الكلام ثم يعيد برمجته من جديد ليأتي برأي جديد أو ربما ليقتنع، هو ماضي في طريق معين. وأنا أعتقد الحقيقة يعني أن بالرغم مما يقال الآن على أن القطريين يذهبون إلى أماكن إلى منتديات دولية إلى لقاءات دولية للبحث عن حل للمقاطعة، أعتقد أن هذا الأمر غير حقيقي الحقيقة. يعني من يعمل هذا الأمر، من يشتغل إعلاميا بهذا الشكل، أعتقد أنه فقط يعني لا يبحث عن مصالحة أبدا مع دول الخليج، وإنما ذهابه إلى المنتديات الدولية وإلى الحكومات الغربية وحكاية أنه يذهب يبحث عن حل وعن جلسة حوار، أنا أعتقد أنها فقط تغطية لهذا لما يريد أن يفعله في المستقبل. هذا النظام الذي اشتغل 20 سنة عبر تكوين هذه الأذرع الإعلامية والمنصات الإعلامية، هذا النظام الذي اشتغل 20 سنة للتغلغل في البنية العربية، أعتقد أنه لن يستسلم بسهولة ولن يتراجع بسهولة عن الهدف الرئيسي الذي يعني اشتغل عليه طوال هذه السنوات. فبالتالي لا أعتقد أبدا بحقيقة ذهابه لهذه المنتدى الدولية بحثا عن حلول، إنما هو يبحث عن تغطية وأنني أنا جاهز للحل لكن هناك دول لا جاهزة. في بيان جامعة الدول العربية بأنه يعني المقصد من ذلك ترويج الأغراض السياسية واضحة. نختم بالمملكة العربية السعودية لم تمنع ولن تمنع أي حاج يأتي المملكة العربية السعودية، ولكن في نفس الوقت لن تسمح لأي حاج أن ينغص على الحجاج حجهم. هناك تصريح لمعالي وزير الخارجية عادل جبير ذكر بأنه أي مطالبة بتدويل الحج أو ما تحدث به النظام القطري والنظام الإيراني يعتبر إعلان حرب مباشرة من المملكة العربية السعودية. بالضبط، يعني هذه المملكة يعني شرفت خلال أكثر من
80 أو 90 سنة برعاية الحرمين. فبالتالي هذه مسألة يعني سيادية لا لا لا, لا يجب الحديث حولها أبدا. يعني هذه وفي كل الدول الأخرى. وعندما يفتح هذا المجال بالمناسبة يعني مسألة التدويل, فكل دول العالم بشكل أو بآخر هي معرضة لهذا الأمر. هناك في العراق, في لبنان, في إيران, في مصر, حتى رحلة الحج السياحية في أي مكان آخر يعني في كل دول العالم. فهذه مسألة سيادية. يعني الحرمين هما يعني جزء من الأراضي السعودية, وبالتالي الحكومة السعودية يعني تشرف طوال هذه السنوات برعاية هذا الأمر, برعاية المناسك والعبادات من خلال الأراضي المقدسة. ولا أعتقد أبدا أن هذه المسألة مطروحة للنقاش. أنا أعتقد فقط أنها مسألة للتشويش ويعني وضع العصا في العجلة في كل مرة, لكن لا أعتقد أن هناك يعني دولة عاقلة في العالم تتحدث حول هذا الموضوع أو تؤمن الحقيقة يعني بإمكانية حدوث هذا الأمر. نعم, شكرا لك سيد عبد الله ناصر العتيبي, الكاتب والباحث السياسي, كنت ضيفا معنا لحلقة هذا اليوم. شكرا لك. أهلا وسهلا. إذن نهاية جولتنا لهذا اليوم, وعدنا يتجدد معكم السبت المقبل في 6:00 بتوقيت غرينتش, 9:00 بتوقيت الرياض. إلى اللقاء.